رجل تعرض لعمل السحر مما أثر على صحته وابتلي ببعض الأمراض مما انعكس على عمله وكل نواحي حياته، فكيف يتخلص من هذا السحر وجزاكم الله خيرا؟ أولا يا إخوان، ما كل شيء سحر، ما كل مرض أنه سحر، الأمراض كثيرة، قد يكون أنه مرض من الأمراض الأخرى يعالج عند الأطباء ويعالج عند اللي عندهم خبرة بالعلاج، وإذا كان أنه سحر فهو يعالجه بالذكر، بذكر الله والرقية وتلاوة القرآن، ويحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويعافيها الله إن شاء الله. نعم.